مستوى احنا في ساحة عمومية دي اللي كافي شوبس تعرفوا شو معناتها، معناتها الكل بتاع القنب والزطلات واللي يجلسون يعني خلاله كلهم كله سموكي كافي شوبس. يعني في هذه الساحة مشهورة جدا معروفة كل جانب يعني بالكافي شوبس وبعض المحلات اللي باش نزوروها، باش نعملوا بلوج رائع جدا سموكي. باش نعمل بكم دورة تويكا باش نوريكم لمحة صغيرة عنه ونكملوا رحلتنا. صاحب اشترينا شيئا نأكله، اشتريت قطعة بيتزا من محل يعني لبيع مأكولات كل شيء يعني سوبر ماركت، وكان لديه بيتزا حاضرة هكذا أحبها، فيها الخضر المشوية فالعين تأكل قبل ثم يا في يد نفعل نأكل شيئا ثم نواصل رحلتنا. هذا هو نواصل رحلتنا هنا ونجلس بعض البنك طقس جميل في البرنامج سأبقوا معي حبيبي.
أوه أحبائي هذا المكان نبعها كده. الاختلاط بين انظروا هذا التراموي قطار التاريخ والسفن والمراكب دوارة روعة 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 روعة. هذه أمستردام. زال سوف نذهب إلى هذه الناحية. عيشونا لحظة جميلة جدا إن شاء الله. أتمنى أن يعجبكم. زالت رحلتنا متواصلة. لم أكن البلوغ كثيرا ولكن ما زالت الرحلة متواصلة.